وطن منحازون للحقيقة. هاي المرة الثانية اللي بننظم فيها معرض المنتجات الفلسطينية، وإن شاء الله في كل عام راح ننظمه. السنة كان في إشي جديد إنه خصصنا قاعة كاملة للمنتجات النسوية من الجمعيات ومشاريع نسوية، أساس نجمعهم مع الشركات الكبيرة وبالتالي تصير عندهم تجربة تجربة تعليمية، يتعلموا كيف يتم عرض منتجاتهم، كيف يتم طرحه، وبالتالي هو ترويج للمنتج الفلسطيني بهدف زيادة حصته من السوق المحلي. المعرض نتوقع زيارة من 15 إلى 20 ألف زائر، فبالتالي هي فرصة لتعريف كل المنتجين على منتجاتهم أمام هذا الجمهور الواسع، وبالتالي مساهمة في زيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق المحلي، واللي هي أصلاً بتتجاوزش من 25 إلى 45%، بتختلف باختلاف كل منتج عن غيره، منتجات الكيماوية، المنتجات الغذائية، فبالتالي هو فرصة للعارض لترويج منتجاته وتعريف عليها والبيع للجمهور المباشر مباشرة. احنا هذا المعرض اشتركنا فيه او دعمنا جمعيات اللي احنا مستهدفينهم من احد مشاريعنا اللي مننفذها، دعمنا 14 جمعية نسوية في الضفة الغربية. هدفنا من مشاركة في هذا المعرض هو حتى نمكنهم من تسويق منتجاتهم الإنتاجية أو الزراعية أو المنتجات اللي بينتجوها من جمعياتهم، حتى ونشبكهم مع تجار، مع زبائن جدد، نفتح أسواق جديدة لهم ويبيعوا برضو يسوقوا منتجاتهم في هذا المعرض الكبير. وإن شاء الله يعني إحنا من في اليوم الأول اللي شفنا إنه في إقبال كثير منيح، في منتابع مع الجمعيات مع النساء، عملهم عملوا صفقات، شبكوا مع تجار، باعوا كميات منيحة. إحنا بنهدف لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، فهذا جانب من التمكين الاقتصادي. أنا جيت اليوم أشارك في المعارض من هون عن قبل مؤسسة كير، إحنا جايين مدعوين منها حتى نتعرف على الجمعيات اللي من الشمال ومن رام الله ومن الخليل، ونعمل عمليات تبادل بيننا وبين الجمعيات الثانية حتى يصير في بيننا تعارف وتعامل بين المنتج تبعنا وتبعهم. هي تبادل الخبرات راح تكون بيننا، اللي هنا راح تعرف ممكن يكونوا أهل الشمال يجوا على الخليل يعملوا معرض عندهم، وأهل الخليل يجوا على الشمال يعملوا معرض، حتى يكون اللي إشي اللي مش موجود عند أهل الشمال اللي بياخذوه من الخليل ومن اللي مش من الخليل بتعامل، زي عملية تبادل راح تكون بيننا وبينهم. احنا كشركة أول شيء طبعاً الهدف تبعنا حاطين في ضمن خطتنا إنه إحنا نكون من ضمن الراعين لكافة المعارض الموجودة عندنا في البلد لأهميتها، وطبعاً إنه نعرف الناس على الشركة وطريقة عملها وإيش الخدمات اللي نقدمها، وخاصة إنه إحنا شركة تكنولوجية بنقدم للأفراد وللشركات مجموعة من الخدمات ومجموعة من الأشياء اللي ممكن يستفيدوا منها وهي مش معروفة عنا، فمنه بننشر الاسم وبنفس الوقت بكون في عنا استخدامات معينة إحنا للمشترك إنه هو يستفيد منها. وأنا ألف المعرض كتير في منتجات يعني شغل وطني، وبتحدث عن الصناعة الوطنية، في منها تراث في منها منتجات، يعني في كتير شركات موجودة وفي تنافس أكيد، بس حبيت الشغل، في إقبال بس لسه مش حاسة إنه البيع زي ما المفروض يكون. وطن منحازون للحقيقة.